ايه هنبدأ ولا ايه؟ لو في نخلة فرعة في حوش بيتك وجدورها مدت وهيجي لها يوم تضايقك، تقطعها على طول ولا تستنى بلاحها الأول وبعدين تقطعها؟ لا إله إلا الله. وبقيت تعرف تضحك يا يوسف. والله وكبرت يا يوسف ووشك اتنحت. ايه 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 يا عم فوزي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا مؤاخذة، ده اندماج فني يا ابني. اندماج فني ايه؟ انت في كام واحد متابعك على البرنامج ده؟ 4. طب ينفع؟ اعمل ايه يا ابني؟ انا بحلم ليه 40 سنة ابقى فنان وممثل. وجاي تحقق حلمك دلوقتي يا عم فوزي؟ اتأخرت؟ جدا. وحش. قوي. ماشي كتر خير. كفايه طاوله بقى، جبتوا لنا الفقر. بذمتك يا استاذ فتحي الطاوله دي اللي جايبه لنا الفقر؟ ولو جابت هتاخد ايه يعني؟ ده احنا عايشين وسط الميتين يا حموده. يا عم قول الحمد لله. الحمد لله على كل حال، بس تعرف انا اتعلمت من الشغلانه دي. ان الدنيا متفاته. لا، ان عربيات الجاز مقرفه. ومالها يا اخويا العربيات الجاز؟ انت تعرف تلاقي زيها دلوقتي؟ في المتحف في الصسامير. طب ايه رايك بقى العربيه اللي مش عاجباك ديت؟ ياما شالت ناس احسن مني ومنك. وعمرهم ما اشتاكم ولا فتحوا بقهم. عشان ميتين. بس مؤدبين. لعلمك العربية دي هتحتاجها آجلا أم عاجلا. ربنا ما يحوجنا ليها ولا ليك يا أستاذ سمير. آمين يا رب. آمين. يلا بقى أخويا عشان عندك كذا نقلة. وده حمودة. ديله 100 جنيه عشان يفول العربية. 100 جنيه؟ وحشين 100 جنيه. طب أطلع بعربية فوزي. لا سيب عربية الفنان أنا عايزها. قول ما تسمعنا حاجة يا فنان. سمعت. أنا ممثل.